بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معكم أخوكم أبو علاء السندي من قناة مجتمع باكستان. سوف أعرض لكم هذه شقة للبيع. طبعا هذه بكراتي منطقة اسمها جوهر كمبليس على طريق موسميان، يعني مقابل بن هاشم سوبر ماركت. طبعا هذه هي الشقة، تمام، هي في الدور الرابع. طبعا هي عماير قديمة، عماير قديمة، ولكن نقول بسم الله نشوف الشقة، نقول ما شاء الله. طبعا هذه هي الشقة، بسم الله. هذه أول غرفة، ما شاء الله تبارك الله. دورة مياه، الله يكرمكم، عزكم الله. طبعا فيها كل الخدمات، وفيها خزان موية برضه. طبعا هذا المخزن البلكونة. طبعا هنا شوفوا الخدمات اللي فيها، ما شاء الله تبارك الله، الخضرة تحت واللحوم، ما شاء الله فيها كل الخدمات. طبعا هذه هي موسمية مقابل جيزن بيك، فيها كل الخدمات ما شاء الله تبارك الله. بس العماير القديمة. طبعا هذه البلكونة، طبعا لسه كانوا شغال فيها وزبطونا الشقة. وهذه الصالة، هذه الغرفة الثانية، هذا الدولاب، هذه البلكونة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا جددوها، وهذه دورة مياه ثانية، وأكرمكم الله. وهذه غرفة الثالثة، شقة ما شاء الله جددوها، نظيفة شقة. وهذا المطبخ سيراميك، ما شاء الله تبارك الله، فيه خزان مستقل لحاله. طبعا هذه الشقة زي ما قلنا لكم في كراتي لموسميات. طبعا لسه باقي لها شغلات بسيطة، ولسه حاجات بسيطة باقي لها. هذه هي تحت الإنشاء. طبعا الشقة معروضة للبيع، هذه 50 لك، يعني ما يقارب 84,000 ريال تقريبا. هذه هي الشقة اللي طالع اللمبة في الدور الرابع، وهذه هي العماير. هذه المنطقة اسمها جوهر كمبليس. طبعا هنا تحت ما شاء الله فيها كل الخدمات، قدام سوبر ماركت بن هاشم، وهنا سوبر ماركت الجديد
قريب من المحطة، بجنب المحطة، محطة توتال. هنا الخضار واللحوم، يعني كل الأسواق تحتك. هذه هي العمارة.